ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. I'm recording this one. Once finished, just press this button. Okay, the same button. The same button, it will stop. Okay. Then you press it. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه القديم والفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة